دائما احب اذا جيت اسوي حلا ابطن الصينيه بورق الزبده. مرحله اسهل لك فين لما تخلصين خلاص تبغين تطلعين الحلا، الا سهل بس اسحبيه وقطعيه، ما تبهدلك يعني في التطليع ابدا. الحين اول شيء ابغمس بسكوت الجوزة بالحليب وراح اصفه كله على الصينيه كامله. هنا راح اغطي الصينيه كلها بسكوت الجوزة. خلاص الحين بعد ما صفيته كله كذا كامل، ابسوي الطبقه عاد الثانيه اللي فوقه، بوريكم عاد هي ايش الخلطه، وبغطي كله كامل. خلاص الحين بعد ما خلطت اللي هو الحليب المحموس والزيت والسكر والقشطه، ابعبيه بالكيس هذا، بعدين بوزعه على فوق البسكوت كله كامل. بعد ما اوزعه كله كامل عاد ابوسيه بالملعقه عشان يغطي كلها الطبقة كاملة، بس الحين عاد أبفرغ كل أول كذا أسهل. خلاص الحين فردت الخلطة كلها، أبغطيها ببسكوت شاي أغمسه بحليب. دايم عشان يسهل عليك فرد الخلطة زي كذا، غطي الملعقة بحليب أو بموية أو بأي شيء، بعدين أفردي عشان ما يصير الخلطة تلصق في الملعقة وتبهذلك ويرجع عليك البسكوت يحوسك. بللي دايم الملعقة قبل تخلطينها. الحين نفس الشيء، بسكوت الشاهي أغطه بحليب وأغطي كل الطبقة كاملة. الحين الطبقة البيضة خلاص بعد ما سويتها أبصبها الحين فوق البسكوت كله أغطيها، بعدين بدخلها الفرن بس من فوق شوي لين تتماسك الطبقة البيضة. الحين بفردها وأدخلها. خلاص الحين غطيت عاد بالطبقة البيضاء، أبدخل الفرن، أبشغل عليه النار بس من فوق وأخليها النار واطية، ما أعلي عليها عشان ما يسود بسرعة، بس أبيه يتماسك. خلاص الحين بعد ما تماسكت بالفرن أبسوي الخلطة اللي فوقها اللي قشطة مع جالكسي، بذوبهم بحمام مائي بعدين أصبها فوقها وأدخلها الثلاجة. خلاص بعد ما ذوبت الجالكسي تقريبا 5 حبات جالكسي، أضيف عليها شوي قشطة يعني يمكن ملعقتين ثلاثة، أخلطي شوفي أنت على حسب عاد سمك حكا، بعدين بحطها فوقها. الحين عاد خلاص أبصبها، بصب الجالكسي كله فوقها وأغطيه، بعدين عاد بدخله في الثلاجة عشان تتماسك شوي الشوكولاتة. احلى شيء بورق الزبده انه بالشكل هذا. خلاص خلصت من الحلا تشيلينها كذا على طول، تطلعينها على طول كذا، تقطعينها بكل سهوله، بس تشيلين عاد الورق الحين وتقطعينها زين، مره مريحه.